السلام عليكم. إن المتأمل أخي الكريم في أحداث وعلامات اقتراب القيامة ونهاية الزمان لا بد وأن يصاب بالهلع والخوف والفزع في قلبه من هول ما يسمع عن ما سيحدث في آخر الزمان، وبجانب هذا الخوف والهلع يصاب أيضا بالعجب الشديد مما يسمع من أمور لا يتخيلها أن تحدث الآن، ولكن الله على كل شيء قدير، وما سنتحدث عنه اليوم هو إحدى علامات آخر الزمان التي أخبرنا عنها الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليها، وهي تصف كيف سيكون حال المدينة المنورة والمسجد النبوي من خراب وخلو من أهلهما. تشير الأحاديث النبوية أن في آخر الزمان سوف تهدم الكعبة الشريفة على يد رجل من الحبشة يدعى ذو السويقتين، لونه أسود وقدميه نحيفتين وأفحش، أي متباعد ما بين الساقين، سيخرب الكعبة ويهدمها حجرا حجرا. وأيضا يوجد أحاديث تظهر ما سوف يحدث في آخر الزمان عن خلو المدينة المنورة من الناس، ويخرب المسجد النبوي حتى تسكنه السباع والطير. فعن صحيح مسلم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يتركنها أهلها على خير ما كان كانت مزلة للعوافي، وهنا يقصد السباع والطير. ويوجد أيضا حديث ضعيف أنكره الشيخ الألباني، وهو: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيتعدى على بعض سوار المسجد أو على المنبر، وهذا يعني أن الذئب سيتبول على سوار المسجد أو على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار في ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، أي السباع والطير. وبهذا يعلم الإنسان أن كل شيء فاني إلا وجه الله تعالى جل جلاله، وهذه سنته، وستزول كل المخلوقات مهما عظمت ومهما جلت. الشمس تقصف والقمر يخسف، والأنبياء يموتون والملائكة يموتون، وكل شيء يذهب بشاشته حتى الأرض والسماء، وسيبقى وجه الله ذو الجلال والإكرام. وتوضيح الأحاديث أن آخر الزمان سوف يظهر المهدي المنتظر، وقت خلت فيه الأرض من أهل التوحيد، وينزل النبي عيسى عليه السلام، ويقتل المسيح الدجال بعد أن آمن به عدد كبير من الناس. فما مصير المدينة المنورة؟ يروي البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العواف، يريد عواف السباع والطير. وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدنها وحشا حتى إذا بلغ سنية الوداع خر على وجوههما. وأورد الإمام مالك في الموطئ رواية تقول: إن السباع والذئاب ستدخل إلى المسجد النبوي حتى المنبر. فعن أبي هريرة مرفوعا: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: للعوافي، الطير والسباع. أما عن قصة آخر رجلين، أما آخر رجلين سيكون في المدينة بحسب إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، فقد فصل قصتهما عمر بن شيبة في أخبار المدينة في رواية عن أبي هريرة موقوفة قال: آخر من يحشر رجلان، رجل من مزينة وآخر من جهينة، فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعالب، فينزل إليهما ملكان فيسحبنهما على وجوههما حتى يلحقهما بالناس. ولكن متى يحدث ذلك؟ يروي ابن حبان في صحيحه أن آخر قرية في الإسلام خرابا المدينة المنورة، أي إن هذه الأحداث ستكون في آخر الزمان قبيل قيام القيامة.